ماذا نعرف عن حركة حباد التي كان الحاخام اليهودي تسفي كوغان مبعوثها في الإمارات العربية المتحدة؟ حركة تصنف في خانة التيار الأرثوذكسي في الديانة اليهودية. الحركة تعتبر أن السيطرة على الضفة الغربية وغزة والجولان ضرورة لأمن أرض إسرائيل كما تقول. كلمة حباد هي اختصار عبري للكلمات الثلاثة الحكمة والفهم والمعرفة. عام 1775 أسسها الحاخام شينور زلمان في بيلاروسيا، وهنا من لاتفيا انتقل مقر الحركة إلى بولندا لتصل إلى مدينة بروكلين الأمريكية عام 1940، ومن هناك تحولت الحركة إلى واحدة من أكبر المنظمات اليهودية في العالم على يد حاخامها السادس يوسف يتسحاق شينرسون. حباد تهتم بالاحتياجات الروحية والمادية لجميع اليهود في العالم بحسب موقعها. تضم الآن أكثر من 4500 عائلة تقوم بالتبشير. هذه العائلات تدير أكثر من 3500 مؤسسة في نحو 100 دولة حول العالم. تستضيف بيوت الحركة دروساً ومحاضرات وورش عمل حول موضوعات يهودية إضافة إلى الخدمات الدينية. وبسبب نفوذ الحركة الواسع أسست بلدات لها مثل بلدة كفر حباد وكريات حباد، كما تنتشر بيوت حباد في العديد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. في ديسمبر عام 2023 انتشرت صور لجنود إسرائيليين في بلدة بيت حانون بغزة يعلنون فيها تحويل مبنى إلى بيت للحركة. بالأصل فإن بعض منتسبي الحركة يشاركون مع الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة، ونشر موقع حباد احتفالات للجنود الإسرائيليين بعيد الحانوكا اليهودي. لكن لماذا تتواجد الحركة في الإمارات؟ دبي تستقبل سياحاً ورجال أعمال إسرائيليين بأعداد جيدة منذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل فيما عرف باتفاقات أبراهام عام 2020، وكان كوغان مبعوث الحركة قد وصل إلى الإمارات قبل ذلك التاريخ. فرع الحركة في الإمارات يقدم دعماً لآلاف اليهود الزائرين والمقيمين، إضافة إلى تنظيم حفلات دينية يهودية. وعلى موقع الحركة الإلكتروني فقد أشادت حباد بإسهامات كوغان في نشر تعاليم اليهودية في الدولة الخليجية عبر التعريف بطعام الكوشر، فضلاً عن تدشين أول مركز تعليمي يهودي في المنطقة.